يعني هي دوز 2000 وصل. Steroid are not helpful in this condition, and there are no evidence of infection, and therefore antibiotics are not appropriate. They explain why answer A, B, C are incorrect. Her endocrine treatment would not cause this problem, and modifying it would be of no benefit as well, which is D is incorrect. يعني هي decrease الدوز تبع الكيموثيرابي. قلنا لو مينيمال يبقى سبورتيف، لو سيفير يبقى ايه؟ نقلل الدوز. سيفير معاه ال interfere with daily life or ulceration، هنا بنقص الدوز. تمام. You see new patient in dermatology outpatient clinic 65 سنة female has been referred by her GP with a new rash on her anterior chin. You review past medical history and include left side pills, palsy, poor resolution, permanent pacemaker for completely heart block and recent urinary tract infection treated with trimethoprim. GB later described new anterior rash bilateral on her chin that coincided with viral illness for which the patient was symptomatic with arthralgia, myalgia. GP later described rash as large around dusky nodule. There is no rash on examination today in a clinic. عندنا بيل بوسي ونودوزا. دوزم تيمرندوزا بولسي يجمع بينهم يعني قصدك؟ البص، ما هي واحدة الساكرايدوز، ما هي واحدة من الأسباب بتعمل بس بولسي. تمام. وعندنا هنا هو بيشرح حاجة عن اللي هي الثرالجيا وميالجيا، اللي هي دي كان واحدة من أنواع الساكرايدوز الدسكي اللي هي يعني احمر غامق ومش برايت. على بينكي، على مش عارف مهم انه في ريد. ارثرالجيا ومايالجيا دي كانت من عرض الساركيدوز برضو ولا ايه؟ دي اللي هي في واحد من الساركيدوز، هم تقريبا 3 تايبس صح؟ او تقريبا كان فيهم 3 تايبس. واحد فيهم كان فيه اللي هو الارثريجيا، كان معه الارثريجيا وكان معه تقريبا اي مانيفيستيشنز يعني. ده كان احسن اللي هو جود، كان فيه الارثوم الندوزا مفيد. ايوه الندوزا صح، الندوزا كان كان اسمه لوفلر جرين. لوف جرين صح، لوف جرين. اوكي. Description rash that has now resolved is typical for erythema nodosa. This is self-resolving eruption that has many possible underlying etiology. In this case, the clinical diagnosis that unifies symptoms of completely heart block, erythema nodosa, and Bell's palsy sarcoidosis. ما علقناش برضو على موضوع الهارت بلوك، قلنا ساركيدو. صراحة مرة أعرف موضوع الهارت بلوك. إكسترا، قلنا يا إما الهارت يا إما السي إن إس تقريبا. بينفلتريت الهارت، ما انا كان بيعمل كونستريكتيف ولا بيعمل ريستريكتيف تو سي ان اس، وكان الاي تقريبا برضو فيها اي في اي. الاي برضو الله ينور عليك. أيوة. صح، اي وهارت وسي ان اس وهايبر كالسيميا وريثما نودوزا. دي كانت الانديكيشن عشان نبدا ناخد الاي بي بريزيلون صح، او ال لا تنشيت التريتمنت عامه مشيشن. وبرضه الهالكت الفيتشرز برضه بتاعت لوفجرين دوت سندروم، اللي هو في حاجه اسمها هيرتفورد سندروم واللوفجرين سندروم، يعني دي حاجه بتبقى يعني ادد اون، ممكن يبقى عنده كرونيك ساركيدوزيس طول الوقت، عنده ساركيدوزيس طول الوقت، بس ساعات بيجي له السندروم بتاع اللوفجرين او الهيرتفورد دي اللي بيبقى فيها فيشال بولسي وفيها الحاجات دي، هي سندروم على الكرونيك ساركيدوز. اللي هي اللوفجرين دي كان فيها اللي هي ارترايتس دي، وكان معها اي يوفايتس او
فيها الاي انفولفمنت. انزل انزل يا دكتور حسن كده، هات اخر سطر هتلاقي في النقطه دي، مش هنا وجايب الاسم من دوز. ممكن اجيب لكم الموضوع ده على ما نقرا الاسم من دوز، اجيب لكم عايزين ساركيدوز صح. Arrhythmia nodosa, inflammation of subcutaneous fat, typical tender erythematous nodule lesion over the chest may also occur elsewhere for arm and thighs. Resolve within 6 weeks, lesion heal without scarring. الأسباب: infection, streptococcus, tuberculosis, brucellosis, systemic disease زي sarcoidosis والinflammatory bowel والبهجتس. Malignancy, lymphoma, drugs, penicillin, sulfonamide, oral contraceptive, pregnancy. في أسباب بتعمل نفس الريثيما مالتيفورو زي البنسلين وال سالفيدوسيس. بنسلين وسلفونامايد والكونتراسبتيف. أيوة دي اللي ألوف جرين هنا مع البولاريز. اللوف جرين هي بايلاترال هيلر لينفوديلوباسي الريتينا نيدوزا فيبر وبي أثرالجيا يوجوالي كارير إكسلانت بروجنوستي. بيلس بولسي فين بقى؟ هل ايه؟ البيلس بولسي. البيلس بولسي انت بتشوفه من فيشيال بولسي، يعني حتشوف من ضمن الحاجات اللي بتعمل لنا بايلاترال فيشيال بولسي. صح؟ لا هو في سيركيدوس بتهيألي بايلاترال فيشيال بولسي دي كانت مع اللايم ديزيز. حتى السيركيدوس هي السيركيدوس بتعمل، انا متاكده منها. اه سيركيدوزز او بتعمل بايلاترال. ايوه بايلاترال طبعا. والجيليان باري بيعمل بايلاترال، والنيوروفايبروميتس تو بايلاترال. بس ارجع لنا للساكرايدوز عشان نتاكد عشان نراجع السندرومز كلها مع بعض الثلاثه دي. بس لو السيركيدوز ده موضوع كبير وبيعمل فايبروزس وبيفرقوا بينه وما بين مش عارفه اي جي جي 4 ديزيز وبالستيج بتاعت اللونج ديزيز اللي هو انهو ستيج، لو ستيج 1 و 2 حسب الهايل الليمفوبلاسي وال 2 و3 سيمتوماتيك. اه 2 و3 ويكون سيمتوماتيك. قلنا 2 دي اللي بيبقى فيها الاثنين، فيها فيها الهايلر لينف نود وبيبقى فيها الانفلتريشن. ستيج 3 انفلتريشن بس، 4 فايبروزس. فايبروزس بالظبط. ستيج 1 بيبقى فيها هايلر الليمفوبلاسي بس لوحدها. اه سيمبتومز انديكيشن للتريتمنت، هايبركالسيميا انديكيشن للتريتمنت، ويبقى يضرب او نيورو. انا بس عايزه النقطه انه 2 3 ايفن حتى لو ما سيمبتوماتيك يعني ما حيدوهم تريتمنت. احنا حنبدا التريتمنت اف سيمبتوماتيك، يعني من 2 3 اف سيمبتوماتيك. اثنين وثلاثة عادي انه يكون سيمتوماتيك صح. بس وين السندرومز قبل شوية كنت سندرومز؟ حاضر. ايوه دي يبقى اللوف جرين اللي عندنا احنا بولي ارتليجيا، عندنا اللي هي اللونج مانيفستيشن مع النودوزا مع البولي ارتليجيا وهي جود بروجنوزس لوف جرين. الميكلوكيس سيندروم ده هنا فيه الباروتيد. ايوه دي هنا تبع الباروتيد واللاكريمال جلاند تيوبركلوزز اور لينفوما. مهمل يعني اهم اثنين، اول واحد اللي هو الاكسلنت بروجنوزز ده لوف جرين سيندروم، والثاني الهيرف بودت سيندروم. يعني ده بتاع الهيرف نادر جدا بيجيش عليه أسئلة يعني برضه. بس عشان نعرف يعني هو مرتبط، هو قال إنه فيه 3 انلارجمنت، في انلارجمنت ولا كريمانس. أوكي
والثالث اللي هو الهير فورتس دي بيكون عندنا يوفو باروتيت، يعني هي فيها كمان باروتيت، فيفر، يوفايتس. دي اللي انا انا برفع اليوفايتس فوق. الهير فود هنا فيها اليوفايتس، واللوف جرين هي الارثرايتس او البولي ارثريجيا، تمام. وفي النص دي باروتيد ومعاها الميكلوكيس، دي باروتيد ولاكريمون، تمام. اللي هم جمع البور بروجنوزز بتبقى انسيتي وسط تمشي بالراحة، ابسنس الاوريثيما نودوزا، بريزنس اللوبوس بيرنيو او السبلينوميجالي ثم الاكسترا بارمونال مانيفستيشن ستيج 3 و4 ان بلاك بيبل، دول البور بروجنوزز بتاعهم. شيخنا كده على السركيزوز خد حق، هو اخذ حقه زمان بس هيتنسي يعني. اكيد صار لها الصور الثيمن دوزم دائما بتيجي في الرجل من تحت في الشن، تبقى باي لاتر غالبا، تبقى نيديولر، تبقى بينفول، تبقى كان بيقولوا ايه داسكي، داسكي ريد زي كده يعني. ايوه الثيمن دوزم لان هي سبكت الليجن نفسه سبكتينيس، مش يعني في الديرمس تقريبا، فهو بيبقى بيل مش برايت كده، مش سوبرفيشال، تحس ان دي نيدلر شويه برضو يعني فعلا. ايوه نيدلر. معلش دكتور حسن بس ممكن ترجع فوق شويه على الريسيما نودوزم فوق، ولا هي دي وين؟ لا اوكي انا افتكرت عن طيب. من ضمن الاسباب اللي هي، انا بس كنت اتاكد من حاجه واحده اللي هي انفلاماتوري باول، تمام. يبقى عندنا الارثيما نودوزم، لانه دائما انا بشوف الارثيما نودوزم اكثر من اللي هو الهيباتيفورم، دائما هي اكون يعني اكثر معاها الهيباتيفورم مع السيليك. قصدك البيدرما جانجرينوزم؟ البيدرما جانجرينوزم تمام. هي دي اكثر بتجي اللي هي النودوزم، هي اكثر واحده معاها اكثر من البايودرما كانكرينوزم. تحس انه في الاسئله بحب اجيبها مع انفلاماتوري الباول، بالذات مع اللي هو الكونس ديزيز يعني. طيب رايك الدكتوره شيرين تقرا شويه؟ شكرا دكتورة منال. A 72-year-old woman present with skin marking. She has noticed this recently and fairly sure it was not present 6 months ago. It has not caused her any symptom. It has not been itching. On examination, raised slightly arthritic 7 millimeter diameter lesion on her chest. What clinical finding would make squamous cell carcinoma more likely than basal cell carcinoma? هل التلانجكتيزيا ولا not associated with ulceration ولا البيرلي appearance ولا erythematous space ولا nodular age؟ دي الـ erythematous base. الباقي ده كله بيتجي معهم. أو البيرلي ده مع البيزل. مع البيزل، دي مع البيزل ايوه. تلانجكتيزيا مع البيزل صح؟ لا مع الاثنين. والالسريشن ده كمان حقهم الاثنين، يعني الاثنين بيحصل فيهم الالسريشن. The correct answer is erythematous base. Squamous cell carcinoma present as crusty enlarging lump on background of actinic keratosis on sun-exposed skin. They may ulcerate and are often tender or painful. Basal cell ulcers usually have telangiectasia, pearly appearance, and have nodular edge. يعني هي الإيدج بتاع دي بتبقى فلات، إنما التانية دي الإيدج حواليها تحس إن هي مكلكعة كده شوية. الايون سبريشن تمام كده مش مهم.
دي كيتوزيس اكتين كيتوزيس. ال في الهاند دي مش نفسها اللي بتدي البير اللي appearance ده صح؟ التانية دي آخر التانية لا أصل دي فيها يعني التانية كانت يعني تحسي شكلها حلو يعني شفافة شايني شوية مش شويني. لا ما دي دكتور حسن الفوق اللي في الهاند كانت لا انزل انزل معنا انت انزل آخر واحدة تقريبا آخر واحدة هي دي آخر واحدة دي بدي الثاني بتكون شفافة صح يعني شكلها على دي تسكي أوبي A 45-year-old woman presented to her GP with an ulcer on her left shin. It has been present for the past 4 months and gradually got bigger. It is tender and yellow-brown in color, and there appears to be another smaller region lesion that is growing next to the bigger one. She has a past medical history of multiple sclerosis, of which she is currently on remission phase and type 2 diabetes mellitus. Her only regular medication is insulin. طب ثواني معلش وبيقول ايه علاجها العلاج بتاعها كدر او patient diabetic وعنده multiple اللي sclerosis الليجن اللي بتيجي مع الدايبيتس دي اللي هي لايبودستروفيكا تقريبا نيكرودوزيس ايوه نيكرودوزيس نيكروبيوزيس دايبيتيكا حاجه ايوه صح كده كان هي توبيكال كورتيكوسترويد علاجها اعتقد توبيكال ستيرويدز اي The most likely diagnosis is necrobiosis lipodica, a rare granulomatous skin disorder which can affect chin of insulin-dependent diabetes. Skin biopsy can confirm diagnosis, although it's often done clinically and topical steroid are useful treatment, along with injectable corticosteroid and camouflage cream. يبقى دي من chin lesion احنا ممكن نعمل differential diagnosis ليها. التانية اريثيما نودوزم ان انا ما دي بتبقى مع الدايابيتك وتبقى يلو براون يعني والسر والسر The differential diagnosis of chin lesion includes the following condition in erythema nodosum, peritibial myxedema تبقى مع الثيروتوكسكوزيس وبيوديرما جانجرينوزا طبعا لحاجات كتير ونيكروبيوزيس لايبوتيكا دايبيتيكورم. بلو ار كاركترستكس فيتشر الارثيما نودوزم دي سيمتريكال وارثيماتس تندر ونيديول which heal without scarring. Most common cause is streptococcal infection or sarcoidosis, inflammatory bowel, or drugs like penicillin, sulfonamide, or contraceptive pills. Peritibial myxedema, symmetrical erythematous lesion seen in Graves' disease, where shiny, وبتبقى orange peel skin. بتبقى زي برتقان قشر برتقان. البدر مجانجنوزا بتبقى في الأول small red papule وبعد كده deep red necrotic ulcer with violaceous border. الايديوباسيك في 50% may be also seen in inflammatory bowel connective tissue disorder والميلو بلوريفراتيف disorder. يبقى البدر مجانجنوزا هو كان قايلها في جابها في الروماتويد مرة وتبقى في الانفلاماتوري باول وفي ميلو بريفراتيف ديس اوردر. نيكروبيوزس لايبوتيكا دايابيتيك كورم دي شايني بينلس اريا اوف يلو ريد سكين تيبيكالي اون تشين اوف دايابيتكس اوفن اسوشيتد ويز تلانجكتيزيا. يبقى دي بيبقى معاها تلانجكتيزيا وتبقى اصفر محمر يعني.
دي 79 year old woman presents with itchy blistering rash, examination of her mouth unremarkable. يعني ما فيش affection الميوكوس ميمبرين الماوس ما فيهوش حاجة. was the most likely diagnosis had dermatitis herpetiform or bullous pemphigoid. بيمفيكو بالجارس بيبقى معاها ميوكوس افكشن الاثنين. بس الدكتوره تيسير قالتها بطريقه بصراحه عجبتني بتاعت الفي زي الفامباير اللي هو فيها حاجه في بقهم يعني ما فيهاش ميوكوس ما فيهاش ماوث ألسر ما فيهاش ميوكوس افكشن. كانت في حاجه مش عارف يعني البلستر واحدة تنس واحدة تنجينشالي دي بتالي التانية اللي كانت تنس صح؟ الفالجارس تحسي هو كده حيقارن لأن كانت حاجة كاركستريستيك ليها كان هي في حاجة اللي هو سي 3 بيبقى مش عارفة في البيزمنت ممبرين في مش عارفة في البولس بومفيجويد تقريبا ولا الميكوزا الميكوزا دي مع الفالجارس اللي هي نفس بس لا لا هي بتكلم على البيوكسي ديت الانتروبوت اختلافات بينهم اختلافات الاختلافات اوكي ايوه احنا نظبطهم دلوقتي الاختلافات دي اقل التنسة هي البولس يا حسن اعتقد بس خلينا نشوف المعلومات بليسترز والبولي نو ميوكوزال انفولفمنت ان اكزام ات ليست البولس بيمفوجويد ميوكوزال انفولفمنت بيمفوجويس فالجاريس يبقى ما تلاقي بليسترز وبولي يعني كيس كبيرة كده وفيها مية يبقى انت فكر ان هي يا بولس بيمفوجويد يا فالجاريس حسب بقى الميوكوز انفولفمنت يبقى بيمفوجويد بيمفوجيوس فالجاريس. طب نشوف ممكن جبت اختلافات ما بينهم بولس بيمفوجويد اوتو اميون كونديشن كوزينج سب ابيديرمال بليسترينج اوف ذا سكين ذس سيكندري تو ديفلوبمنت اوف انتي بودي اجينست اهي جاب اهو هيمي ديسميزومال بروتين بي 180 وبي بي 230 البولس بيمفوجويد مور كومن ان ايلدرلي بيشنت فيتشر انكلود اتشي تنس بليسترز تيبيكالي اراوند الفليكسورز البليسترز يوجوالي هيل وذاوت سكارينج والماوس از يوجوالي سبيرد. يبقى هو كويس ما بيعملش سكار والماوس بيبقى سبيرد بس هي اتشي مهم قوي ان هي تبقى اتشي اتشي وتنس بليستر واراوند الايه الفليكسور بيبقى فيه انتي بودي جينس الهيمي ديسميزوم بروتين اللي هو بي 130 وبي 32 كل ده كان بيجي في الامسكين السكين بايوبسي اميون فلورسنس بيبقى فيه اي جي جي وسي 3 از ذا ديرمو ابيديرمال جانكشن. دي كده دايما من تايب 3 اللي هو اميون كومبلكس اميون كومبلكس ديبوزيشن اللي هي الهايبر سنسيتيفيك دي كانت واحده منهم تقريبا بيبقى فيها اميون كومبلكس لانه اي جي جي وسي 3 الاثنين موجودين. المانجمنت ريفير تو ديرماتولوجيست for biopsy and confirmation of diagnosis. Oral corticosteroid are mainstay of treatment. Topical corticosteroid and immunosuppressant and antibiotic are also used. أعتقد antibiotic عشان secondary infection. Topical steroid طبعا لأن هي immune mediated بشكل ده يبقى لازم oral corticosteroid. بتحتاج biopsy عشان confirmation of diagnosis. فوق في الخيارات كان في oral corticosteroid صح؟ أه؟ ده هو كان بيسأل التشخيص ده ما كانش فيه تريتمنت تشخيص اوكي بيسأل التشخيص اللي انت بتتكلم عليه اللي كان توبيك الاورال ده اللي هو بتاع اللايبوديكا ده اللايبوديكا ده كان صح خدت السؤالين في بعض انا انا هجيب لكم الفالجاريس دلوقتي نقارنهم مع بعض خلينا هي فعلا دي تنس كده هي دي التنس تمام. In reality around 10-50% of patients have a degree of mucosal involvement. It would however be unusual for an exam question to mention mucosal involvement as it is seen as classic differentiating feature between pemphigoid and pemphigius. Pemphigius vulgaris. دي ميكوزال انفولفمنت تبقى نون ايتشي تبقى في الجويش بوبوليشن الاشكنازي الجويش بنفيجس فالجاريس اوتو اميون ديزيز كوز باي انتي بايوتيك دايركتد انتي بوديز دايركت اجينست هنا بقى الدسمو جلين 3 كادهيرين تايب ابيثيليال سيلز ادهيجن مولكيول it is more common في الاشكنازي جويش بوبوليشن الفيتشر ميكوزال ارسريشن از كومن اند اوفن بريزنتنج سيمتوم اورال انفولفمنت موجود في 50-70%
سكين بلسترين مين كان برضو في في الجويش برضو صح؟ بس يمكن السوفردينز باين كان اسمهم ولا ايه؟ لا متهيألي لا دي بتاعت الجو لا مش فاكرة ان هي حتى ساعتها قلنا فالجارس فالجر فما جويش كان في بويد انا كنت بحثت عنها لما كنا بنذاكر بارت 1 متهيألي الاثنين اللي لهم دعوة بالجويش بس في ناس سفاردين يوم اليهود الاسبانيا وكده والمغرب والقصص دي ودول الاشكانيز الاشكانيز بتاع اوروبا بتاعي لا اعتقد احنا ساعتنا توسعنا في في الانواع بس لا متى ما يكونش ريليتد مش او على الاقل مش مكتوب هنا يبقى هي ديت دي في دي ميوكوز الارسريشن موجوده بازينتي سيمتوم اورا انفولفمنت موجوده 50 70% سكين بلسترنج ودي فلاسيد الثانيه هي اللي كانت تنس فلاسيد ايزلي رابشرد فيزيكلز بولي ليجن ار تيبيكالي بينفول بات نوت ايتشي يبقى هي فلاسيد ومش فلاسيد ومش ايتشي الثانيه كانت ايتشي والتنس this may this may develop months after the initial mucosal symptom. Nikolsky's describes the spread of poly following application of horizontal tangential pressure to the skin. Acantholysis on biopsy. لما بياخدوا بيوبسي بيبقى في في لاير كده بيبقى فيها كانت اسمها ايه بيبقى فيها لايسز اكانثوزس مش عارفه نيجي دي فلاسيد فعلا مش زي التانية تنس دي التانية فعلا باظة يعني لست تنس و اتش ستروي الفيرست لاين واميونو سبريسنت وبياخدوا اي في اي جي وبتعمل لهم بلكس برضه اه يعني بيوصلوا معاهم كل السبيكترم بتاع الاوتو اميون تريتمنت ايوه يعني. وبياخدوا ماب برضو حاجه كده من حاجات نقط ماب A 32-year-old the woman is reviewed in the emergency department. She has developed a very painful rash on her left arm, burning pain which precedes the formation of a rash. She has felt low in energy with this and has noticed that the rash is intensely tender to touch, to light touch. Apart from this, she feels well in herself. She has past medical history of appendicitis as age 18, where she was treated surgically and depression for which she has been attending cognitive behavioral therapy. يعني كان جالها abdominal pain وعملت منه كان فيها appendicitis وكان عندها depression وفي cognitive behavioral therapy. بالexamination وهي في ميل في كان في erythematous rash within on the underarm on the left side roughly 8 centimeter in length. There are small vesicles within this. She is diagnosed with shingles and told that she can infect people with chickenpox. She wondered how long she will be infectious for. What is the most appropriate advice? هي دلوقتي عندها ال زوستر وشكلها شكلها كونفكت كراستد انت الكراستد مجرد ما الفيزيكال تبقى كراستد يبقى انتهى الانفكشن بالتالي كنا بنقول اربع ايام قبل وخمس ايام بعد الراش او لغايه ما يحصل له كراستيشن لا هو اللي هي كراستد دي دراي صح؟ احنا صح احنا صح. قلنا ايه الاربع وخمسه ساعه دكتور خالد ايه اللي هي انه انا يعني until انه to be crust until to be dried او crusted هنا في الوقت ده بس بيكون uncontagious يعني انا بتذكر بس الاخيره دي خلاص يعني أربعة دي قبل التريتمنت أنا ما في حتة الأربعة أربعة قبل ما أربعة قبل الريش خمسة بعد ما تظهر الريش People with shingles should be advised that they are infectious until the vesicle have crossed over, usually in 5 to 7 days following onset. This patient has shingles, acute reactivation of herpes zoster virus, is a form of shingles that is contagious, but exposure could cause chickenpox rather than shingles. People who have had chickenpox previously would be considered immune, but adult and especially pregnant women who have
not had chicken pox are at risk of serious infection. The patient is infectious until the vesicle have crusted over. الهربس زوسترز احنا قلنا ان هم بيعملوا بوستر للناس اللي هم من 70 ل 79 اللي فوق ال 80 ملوش لسه افكتيف وفي شهر سبتمبر مش عارفه كل سبتمبر في اول سبتمبر 24 year old woman present with new skin lesion. She was the recipient of renal transplant a year ago following IgA nephropathy. After several modifications to her immune suppressive therapy, her graft function is stable within GFR 80. She also has past history of hypothyroidism for which she takes levothyroxine. She had first noticed the lesion 3 months ago. She had noted them a few years previously, but on that occasion, they have disappeared on their own accord. They are not itchy on examination. Well demarcated pigmented patch on her arm, with shoulder and the back. Lesions chin are yellow green color under Wood's lamp. Was the most likely diagnosis. هي دلوقتي immunosuppressed وبتحت Wood's lamp. بتريازس بتكون دمار ريز انا في اربعه ولا فيرس هل ايه؟ فيرس كالر اللي هو دي بتاعت الفرفور اللي هي فرفر ايوه الفيرس كالر بتاعت الفرفر صح؟ بس هو انا مش راحش الليجن هو قالوا ان هو بيطلع تحت الوودز لايت يعني شكله ايه ما هي بتيجي كلين هي اكتر بتيجي في المكان ده الشولدر والابر يمكن الوود لامب دي كاركترستيك ليها بتبقى يلو جرين في ايوه هي الجرين دي حقتها هي الفرفور دي والفرفور ده مش عارفه انت انا بسميه فرفور انا صراحه بسميه فرفور وكان الفرفر ده كان بتعمل بتريزس فيرسيكالر كان بتعمل حاجه تانية صح؟ فاكرينها؟ لا انا بتذكر الفرفور بتعمل حاجه تانية برضو ايه يمكن هي لا مش عارف كانت بتعمل ايه بالظبط تبروك ديرماتيتس ولا كانت بتعمل ايه؟ لا اللي هي جاتيت سرايسيس كان في واحده اختها بتريز جوزيه ولا بيرسي؟ الجتيت سورايسس قصدك بروزيا هي اللي كانت دايما بتقارن مع الجتيت سورايسس ده انا قصدي الاورجانيزم نفسه الفيرفر ده كان بيعمل التحاجتين بيعمل حاجتين الفيرسي كالر واحده منهم والتانية مش عارف ايه دي كانت بتهيألي حاجه درماتيتس يمكن بروك درماتيتس The yellow green fluorescent under Wood's lamp is the key factor here. None of the other answer fluorescence in this way. Hence, vitiligo is not correct, and history of hypothyroidism with immune illness that may be associated with vitiligo is irrelevant. Description is not consistent with seborrheic dermatitis, and distribution in flesh is not consistent with either pityriasis alba or seborrheic dermatitis, which typically affect the face. متهيألي فعلا سبروك درماتيتس ده كتبت لكم منها فعلا سبروك درماتيتس والبرتريسس برسيكولا الاثنين بيعملوا هم اسمها ايه ميليسيزيا فير بتريزيس فيرسيكولار also called تينيا فيرسيكولار superficial cutaneous fungal infection caused by ميليسيزيا فيرفر formerly termed بتروسبورم اوفال The feature most commonly affect the trunk. Patches may be hypopigmented, pink or brown. عشان كده اسمها versicolor. May be more noticeable following a suntan. يعني ما بيروحوا دايما بتيجي كمان في الكيس كده راحوا صيفوا في اسبانيا او في مكان خدوا تان فرجعوا والسكيل بيبقى كومن فيها ومايلد بيوريتس. يبقى في الترنك بيوريتك فيها سكيلز وبتيجي بعد التان وليها كذا كلر. البيزوزنج فاكتور بتحصل في الهيلثي individuals. وبرضه في الاميونو سبريست والمال نايرشت وبتحصل في الكوشينز المانجمنت توبيكال انتي فانجل نايس كان سمرايز ادفايس كيتوكونازول شامبو از ذيس از مور كوست افكتيف فور لارج اريا يعني لو هياخد هيدهن حاجه او كده هتبقى
expensive يعني. A failure to respond to typical treatments then consider alternate diagnosis, send scrapping to confirm the diagnosis, زائد or اتروكونازول. اتأكد من التشخيص وادخل بالسيستميك. بس لو شامبو يبقى كيتوكونازول. ايه رايكم؟ ليجن بيجر فور ذا باست فيو ويكس ذير از نو هيستوري اوف تروما واز ذا موست لايكلي دايجنوزس. دي اللي قلنا عليها باتش اكتر من هي بون ديزيز. نوع من يعني سكويمس برضه. سواء اكيد مش كاتب السكويمس من ضمن الاختيارات. بون ديزيز او سكويمس. انترا ابيديرمال. طيب انترا ابيديرمال سكويمس سيل كارسينوما بتحصل في الالدرلي فيميل 3% chance of forming invasive skin cancer. ريد وسكالي باتشز في السن اكسبوزد اريا زي اللور ليمب ده فلورو يوراسيل ايمي كومود وكرايوثيرابي واكسجن. طيب نختم بالسؤال ده ولا حابين نعمل كمان ميتنج لوحدكم؟ ممكن نكمل حد واحدة ونص كده نخلص شوية. ماشي ماشي دكتورة اوكي. بس ان احنا نخلص على 4 ايام يبقى قسمناهم صح كده. 54-year-old female present to dermatology clinic with history of worsening itchy rash. She has a history of psoriasis, which had been quite well controlled, but had worsened significantly in the last week. On examination, there are multiple well-demarcated oval red-pink elevated lesion with overlying silvery scales over her elbows, knees, legs, scalp. She revealed that her GP has started her on new tablet 2 weeks ago. Which of the following drug is likely to have resulted in the above presentation? هي عندها history of psoriasis وكان controlled ما فيش مشكلة بس بقى في well over red lesion silver scale في الالبو بس طلع بقى في كله. هو يا إما برسناتم صح اسمها ايه سورايز بتاعي مش ده سورايز سورايز بس في حاجة زودت ليثيوم اكسس ريبريشنز دي ليثيوم ممكن ليثيوم او سيتالوبرام ليثيوم والبيتا بلوكر كان برضو بيصح بيعملوا اكسربيشن لل سلفا دراج وكانوا سلفا دراج وكان ما بعرف سلفا والفليكسيماب والانتيد وال صح. سورايسيس ليس مي تريجر ان اكسبيشن سورايسيس كان بي اكسبيت باي سيرتن دراجز زي الليثيوم والبيتا بلوكر والانتي مالاريال ونون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز والايس انهبيتور والانتي بايوتيك زي التتراسايكلين والبنسلين وذرول سيستميك ستيرويد كان اوسو اكسبيت سورايسيس. اكسبيتنج فاكتور بقى بتاعت السورايسيس تروما الكحول البيتا بلوكر الليثيوم والانتي مالاريا الكلوروكوين والهيدروكسكلوروكوين نون سترويدال الايسي الانفليكسيماب وذرول سيستميك سترويد ستريبتوكوكال انفيكشن ماي تريجر جوتيت سورايسيس. This woman complained of rash on her cheek. She has recently started taking hormone replacement therapy for menopause. ملازمة. What is the most likely diagnosis? ملازمة طبعا contraceptive pills. هل مش ده كان بيظهر بعد الحمل ولا حاجة تانية؟ تهيألي اللي هم علاقة بالهرمون بعد الوزمة ولا هو من